كيف كون اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير فيلات السمك غير الطريقة اللي بنعملها سابقا. معظم الناس بيعملوا فيلات السمك مقلي بالزيت وبيهكلوا هم ريحة الزيت بالبيت كيف بدهم يروحوها. هلأ جبت لكم طريقة كتير سهلة وبسيطة وطيبة وإن شاء الله بتنال إعجابكم. بتمنى إذا جربتوا الطريقة وعملتوها تبعتولي إذا حبيتوها أم لا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، عنا هون 10 حبات من الثوم، منقطعن شرائح سلايسز بهيدا الشكل ومنحطن على السمكات بهيدي الطريقة. بعد الثوم عنا 3 بصلات حجم وسط، نفس الشي منقطعن شرائح ومنحطن على السمك. شايفين كيف؟ بهيدا الشكل. وأربع حبات بندورة، البندورة منقطعها مربعات صغيرة، ما منقطعها مثل البصل والثوم، من إياها تكون صغيرة بالطبخ. منحطها على السمك. عنا حبتين هيل، 2 عيدان قرفة، وأربعة كبشة قرنفل. هيدولي بيبعدوا ريحة زنخة السمك. هلأ عنا هوني نص ملعقة صغيرة 7 بهارات، كمان نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، منرشن على وجه السمكات. وعندي ملعتين، منضيف ملعتين صلصة صغار، ملعتين صغار من الصلصة، نص كوب من المي. منخلطهم منيح مع بعض لتدوب منيح، نتأكد انه دابت منيح الصلصة. بس يدوب عنا دبس البندورة منيح منحطهم على وجه السمك. وبإضافة منضيف شوية ملح على الوجه، الملح حسب الرغبة، وعلى الفرن. هلأ طريقة الرز، عنا بصلة صغيرة منقطع مربعات بهيدا الشكل، وبضيف 3 معالق طعام زيت نباتي ورشة ملح، منقليهن مع بعض لتصير عنا البصلة لون أصفر خفيف بهيدا الشكل. بس قليناهن منضيف كوب ونص رز منقوع، غسلنا الرز ونقعناه قبل بوقت بهيدا الشكل وصفيناهن. أكيد منحركن تحريكة خفيفة، منضيف عليهن كوبين من المي. كمان رشة ملح، الملح على الذوق. بس غلو بهيدا الشكل صارت المي. هلأ منخفف الغاز على الواحد ومنغطي الطنجرة، منتركن 10 دقايق ليستوي عنا الرز. هيدا الرز صار جاهز عنا للتقديم. وهيدي الوجبة أخدت عنا بالفرن 50 دقيقة، صارت جاهزة كمان للتقديم. وعند التقديم قبل التقديم إذا بتحبوا بترشوا هيك رشة بقدونس على الوجه، بتعطي شكل كتير رائع. وبتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.